بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القي والاكتحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء، يعني من الأحاديث، في حكم القي إذا تقي الصائم، وحكم الاكتحال في العين، هل يفطران الصائم أو لا؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، هذا الحديث هو الدليل على أن القيء فيه تفصيل، فإن كان بغير اختيار الصائم ذرعه فتقي من غير اختياره فلا يضر هذا بصيامه، صيامه باقي. وأما إذا استدعى هو وتسبب في القيء ثم قاء فإن صيامه يبطل بذلك، لأنه استخرج الطعام الذي فيه قوته وإعانته على الصيام. نعم. وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم. رواه أبو داود والبخاري. هذا الحديث فيه المشروعية واستحباب الاكتحال في العينين، وأنه يكون بالإثمد أفضل، وهو نوع من الحجارة تدق وتذر في العين، فيها جمال للعين، وفيها أيضا مادة دوائية وتطيب. وفي الحديث دليل على أنه لا يضر الصيام، على أن الاكتحال لا يضر الصيام. فإذا وضعه في العين فإن الصيام يبقى صحيحا، إلا إذا وجد له طعما في حلقه فلا يبتلعه، بل يجب عليه أن يلفظه. نعم. يا شيخ، يعني هذا الباب، باب ما جاء في القي، إذا تعمد الصائم يعني مشاهدة منظر يعني كريه حتى يتقي، هل يفطر وهو لم يعمل شيئا؟ لا يظهر لي أنه يفطر، لأنه لم يتسبب تسببا ظاهرا في القيء، ولم يستدعي القيء، ولم يقصد هذا، هو ينظر إلى شيء فسبب له القيء، فلا يظهر لي أنه يفطر بذلك. نعم. أشياء استجدت في وقتنا الحاضر يا شيخ، يعني الأبر المغذية وغيرها في المستشفيات. الأبر على قسمين، بل على ثلاثة أقسام عند التفصيل. القسم الأول الأبر التي تؤخذ في العضل، لا تؤخذ لا في الوريد ولا تؤخذ في ما يصل إلى الجوف، فهذه لا تفطر عند الجميع. والنوع الثاني الإبر المغذية، وهذه تفطر الصائم عند جميع العلماء، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. والقسم الثالث الإبر غير المغذية التي تؤخذ عن طريق الوريد وتختلط في الدم، بعض العلماء يرى أنها تفطر الصائم، وهم قلة والأكثر على أنها لا تفطر الصائم أيضا، لأنها غير مغذية. نعم.
فضيلة الشيخ، يعني المسلم والصائم إذا كان صائم ولم يأكل شيء واحتاج يعني في آخر النهار وقبيل الغروب إلى بعض هذه المغذيات وأخذها، يا فضيلة الشيخ، هل يتم الصوم وهل عليه قضاء؟ نعم، إذا تعمد أخذها وتعاطاها قبل غروب الشمس فإنه ينقطع صيامه، إن كان فرضا فإنه يحرم عليه ذلك، وعليه أن يقضي هذا اليوم، قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. أما إن كان نافلة فإنه يبطل صيامه، ولكن ليس عليه بذلك إثم، لأن الصائم النافلة إن شاء أتم صيام اليوم وإن شاء قطعه. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. بقي جملة من الأسئلة في هذه الدروس، سوف نرجئها إن شاء الله إلى الدروس القادمة إن شاء الله. ولكم تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.